بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله دلوقتي هنتكلم عن مشروع خاص بالديب ليرنينج، إزاي إن إحنا نربط المشروع ده بالفلاسك، إزاي يكون عندنا ديزاين ونتعامل مع الديب ليرنينج موديل ونبريدكت الصور اللي موجودة. المشروع اللي قدامنا ده هو عبارة عن سكين كانسر ديتكشن سيستم، بيصنف الصور اللي أنت هتديها له إلى بناين وميلجنانت. بكل بساطة هتعمل أبلود للصور اللي موجودة، وبعد كده هو يديك الإيه، يديك الاوت. طيب تعال نشوف الكلام ده بيشتغل ازاي. احنا طبعا بنيجي على صفحة الاب اللي هي اول صفحة بيبدأ من عندها الشغل عندنا، والروت اللي احنا بنبدأ من عنده اللي هو الروت الرئيسي اللي هو الاستاش، بيبدأ ان هو يعمل ريندر لصفحة الايه، الاندكس دوت اتش ام ال. طيب مبدئيا بس كده نشوف الاول شكل الصفحة عامل ازاي، فنبدأ كل حاجة من اول وجديد اهو. بعد ما يخلص الكيرنل هنقول له اعمل لي ران. طبعا لو احنا جينا بصينا تحت هنلاقي البورت 5001، ماشي. فهناخد ال هناخد ال اليو ار ال ده ونحطه في اي براوزر عندنا، ونكليك انتر. هيبدأ ان هو يفتح الصفحة الرئيسية اللي هي بتاعة صفحة الاندكس اللي فيها الديزاين البسيط ده، التايتل اسمه سكين كانسر ريكوجنيشن ابلكيشن، وبيطلب منك انك تبراوز على صورة معينة. فهنيجي نعمل براوز على صورة. الصورة ديت انا حاططها مثلا في فولدر اسمه ابلودز في نفس البروجكت الموجود عندي، وهختار اي صوره من اللي موجوده عندنا ونقول له بعد كده بريدكت. وبعد ما يعمل بريدكت المفروض يديني الريزلت اللي هي مليجنانت او ايه، او بيناين. طيب لو اخترنا مثلا صوره بيناين، يعني صوره ما فيهاش ورم قوي، المفروض ان دي يديني ايه، بيناين. فدي الصور اللي هي الحميده والصور اللي هي الخبيثه. طيب ازاي الكلام ده تم؟ نيجي بقى ايه نتكلم في الكلام ده في تفصيل هنا. طبعا شباب زي ما قلنا ان احنا عشان نبدا الفلاسك بروجكت بنبدا نتكلم عن صفحه الاب اللي هي الاولى دي، دي اللي بيبقى فيها كل الربط ما بين الملفات الموجوده الخاصه بالبروجكت بتاعك. في شويه مكتبات موجوده هنا ممكن استخدمها او لا، يعني انا بس دايما بحط المكتبات دي عشان لو استخدمتها دايما يعني بستخدمها على طول او لا يعني. فانت طبعا ممكن تمسح الحاجات اللي بلاش لازمه قوي، ماشي. فهنستخدم مثلا اوبريتنج سيستم، هنستخدم نمباي، هنستخدم مثلا الـ Pre-Process Input، تمام. هنستخدم طبعا اللود موديل عشان نعمل لود للـ Keras موديل اللي احنا هنشتغل عليه. نستخدم الـ Image مثلا عشان نقرا الصورة، الفلاسك عشان طبعا تبدأ الصفحة بتاعتك وتشتغل عليها، والـ URL Form لو انت هتبني روتس، والريكوست خاصة بالفورمز، والرندر تمبلت لو انت هتفتح صفحات HTML وتعرضها على الشاشة. طيب والـ Secure File Name الموجودة في الـ Work Zig دي بنستخدمها واحنا بنقرا الملفات بتاعه الصور اللي احنا هنقراها دلوقتي تحت. هناخد اوبجكت من الفلاسك طبعا عشان نشتغل عليه، والموديل باص بتاعي اديته اسم، الاسم الموديل على طول اللي موجود عندنا اللي اسمه نيو موديل دوت اتش 5. ادينا له على طول اسم الموديل ليه؟ لان هو موجود معانا في نفس الدايركتوري، يعني الاب موجود مع الموديل في نفس الدايركتوري، فانا اديت له اسم ايه، اسم الموديل على طول. بعد كده بقول الموديل بيساوي اللود موديل، وادي له الباص عشان يلود الموديل باستخدام الكيرس. طبعا احنا عندنا مستخدمين فانكشن اسمها لود موديل اللي احنا جايبينها اصلا من كيرس، فهي لود الموديل ويخزنه في الموديل. وده عرض انا عامله عشان يعني ناخده كوبي بيست ونحطه على طول في البراوزر. طيب عندنا هنا في فانكشن اسمها موديل بريدكت، وفي فانكشن وفي روت اسمه اندكس، وفي روت اسمه بريدكت. طيب احنا بنبدا طبعا الشغل عندنا من الموقع، بنبدا الشغل من الاندكس او الروت الرئيسي اللي هو السلاش، بيبدأ ان هو يشتغل على يفتح الفانكشن بتاعت الاندكس ويعمل ريندر للصفحة بتاعت ال HTML. نمشي واحدة واحدة كده، نروح نشوف صفحة ال HTML. طبعا اتفقنا ان هي طالما انت عندك ريندر تمبلت، فهيروح يفتح الفولدر اللي اسمه التمبلتس، ويجيب يجيب الايه، الصفحة بتاعت الاندكس الموجودة عندنا. طيب صفحة الاندكس بسيطة جدا زي ما انت شايف كده، فيها ايه، اندكس فيها بتكستند ملف تاني في الاول اللي هو البيز دوت HTML. طيب البيز دوت اتش تي ام ال ده يا شباب هو المسؤول ان هو يعرض ايه، الجزء الاسمر اللي فوق ده اللي هو فيه التايتل والايه والباك جراوند بتاعته السوداء. طيب وعامل امبورت لشويه شويه حاجات كده عشان تعمل ستايلنج يعني. طيب تعالى نفتحه كده ونبص عليه. هو ده الصفحه اللي احنا بنتكلم عليها، ادي التايتل بتاعنا اللي هو السكين كانسر ريكوجنيشن ابلكيشن، تمام. ايه تاني، مفيش حاجه تاني، هو تقريبا التايتل وحاطط بس ايه الباك جراوند، وعامل شويه سكريبتات كده عشان يشغل الجزء بتاع لو في فيدنج او في فيدن او في اي انيميشن عندي. بنعمل بنقرا الملفات دي كلها اللي موجوده اصلا على المواقع الرسميه بتاعتها.
ماشي، ادي البادي الرئيسي الخاص بيه الجزء اللي فوق، ادي التايتل اللي احنا شفناه معمول في لينك، في شكل لينك معمول في ديف لوحده، والكونتينر، الكونتينر اللي هو الجزء بقى اللي هيحتوي على الجزء اللي تحت كله، يعني الجزء الايه، الجزء اللي تحت ده كله. تعال نشوف الاندكس فيها ايه. نبدأ من هي امبورت لل البيز اتش تي ام ال عشان يعرض لي الصفحه اللي فوق، يعرض لي الشكل اللي فوق اللي احنا شايفينه، الجزء الاسود مع التايتل الموجود. وبعد كده عامل براوز فور ذا ايمج، يعني التايتل اللي هيظهر عشان تعمل براوز على الايمج اللي احنا شايفينه ده كده. وبعد كده بدايه بقى ايه الديف ونهايه الديف، ده الجزء الخاص بمين؟ ده الجزء الخاص بالبادي نفسه اللي هو الجزء الموجود هنا ده، من اول ابلود ايمج لحد الريزلت اللي تحت دي. طيب تعال نشوف الكلام ده معمول ازاي. هيبدأ الكلام بديف ويقفله بديف، وبعد كده بيعمل فور، الفورم ديت اللي هيكون فيها كلمة ابلود ايمج، يعني الشكل اللي احنا شايفينه ده كده اللي هو الفورم دي، عشان اول ما كليك عليها هيحصل اكشن معين ان هو يروح يفتح البراوزر عشان تختار اللي هو البراوز فايلز، يعني عشان تختار في منه صورة ويبدأ يحطها هنا في المكان اللي انت شايفه ده كده. طيب فعملها على شكل ليبل، بيبدأ ان هو يظهر حاجة اسمها ابلود ايمج، تمام. وبعد كده الانبوت اللي هو الجزء اللي هياخد، الجزء اللي هياخد الصورة نفسه، التايب بتاعه فايل، ده نوعه فايل، ويبقى اكسبت البي ان جي صور، البي ان جي والجي بي جي والاي جي بيج، تمام كده. ده الجزء بتاع الايه، الفورم اللي احنا اتفقنا عليه، الميثود بتاعته بوست، ماشي. وانكريبت بيشفر كمان الايه، الملفات دي، او بيشفر الملف اللي هي الصورة اللي احنا بنتكلم عليها دي، والاي دي بتاع الفورم دي اللي اسمه ابلود فايل، تمام تمام كده. طيب بعد كده في ديف خاص بالايمج سيكشن اللي هو الصور، المكان اللي هيظهر فيه الصوره، المكان اللي هيظهر فيه الصوره نفسه، المكان اللي هيظهر فيه الصوره ده الكلاس بتاعه اسمه ايمج سيكشن، والستايل بتاعه ديسبلاي نون في الاول، لان انت طبعا اول ما تفتح الموقع ما بيبقاش فيه صوره، فاحنا عملنا ديسبلاي نون عشان ما يبقاش ظاهر مكان الصوره ديت حتى ولو حاجه فاضيه يعني. بعد كده عملنا ديف هيبدأ ان هو يعرض فيه الصورة، الكلاس بتاعه اسمه ايمج بريفيو، ماشي. جواه ديف تاني الاي دي بتاعه اسمه ايمج بريفيو اللي هو هيستخدمه في هنستخدمه في الجافا سكريبت عشان نعرض الايه الصورة اللي احنا جبناها دي. وبعد كده في باتون اللي هو باتون البريدكت اللي احنا شفناه تحت، اللي هو ظهر على طول مكان الريزلت دي، يعني اول ما بنعمل ران للملف من اول مرة ونيجي نختار الصورة، فايه اللي بيحصل؟ ان الصورة بتيجي في المكان اللي احنا اتكلمنا عليه، وبعد كده بيظهر باتون اسمه بريدكت اللي هو الباتون اللي هو ده. طبعا الكلام ده بيظهر ازاي وبيختفي ازاي، كل ده معمول بالايه، بملف جافا سكريبت بسيط كده هنشوفه موجود في الاستاتيك عندنا، عندنا هنا في المين دوت جي اس اللي موجود في الفولدر ده. طيب بعد كده في اللودر، اللودر اللي هو اول لما بتيجي تعمل بريدكت بيبقى في لودر شغال قبل ما يحصل الريزلت وقبل ما يظهر الريزلت اللي احنا شايفينه دي، وبعد كده بيختفي اللودر، وبعد كده المكان اللي ايه اللي بيبقى مكتوب فيه ايه الريزلت اللي احنا شفناها من شويه اللي هي مكتوب فيها الريزلت كلمه ميجنت، تمام كده يا جماعه. طيب دي الصفحه بتاعه الاندكس دوت اتش تي ام ال. تعال نشوف الكلام ده. طبعا الكلام ده اصلا في البيز معمول له بيقرا الملف اللي اسمه مين دوت سي اس اس اللي موجود في الاستاتيك، يعني لو فتحنا الفولدر بتاع الاستاتيك هتلاقي فيه فولدر، في فولدر اسمه سي اس اس وفي ملف اسمه مين دوت سي اس اس. الملف بتاع المين دوت سي اس اس بقى واخد كل اي دي من الموجود عندي في الاندكس وعامل له ستايلنج بشكل مختلف زي ما احنا طبعا عارفين، طبعا اللي عارف سي اس اس و اتش تي ام ال الموضوع ده بالنسبه له سهل جدا يعني. اللودر معمول له شكل معين، الابلود ايمج معموله بشكل معين، الايمج بريفيو اللي هو الشكل بتاع الصوره معمول بشكل معين، وهكذا، تمام كده يا جماعه. طيب لو جينا نفتح الجافا سكريبت، وده المهم عندي الجافا سكريبت، اول ما الدوكيمنت او اول ما الصفحه بتبقى جاهزه للعرض زي ما احنا شفنا بيعمل هايد للايمج سيكشن، لان مفيش انا مش عارض صوره في الاول خالص، بيعملها هايد، وبيعمل هايد لللودر انا مش عاوزه يظهر في الاول، والريزلت كمان مش عاوزه تظهر في الاول، يبقى ده الثلاثه دول مش موجودين في الاول. طبعا لو انا عملت رام من الاول تاني مفيش الجزء الاجزاء اللي تحت دي ما كانتش موجوده، فعشان كده ايه الكلام ده كله اتلغى استخدام الثلاثه ايه الثلاثه كومنتس دول، تمام. طيب في فانكشن عندي اسمها ريد يور ال، مش هتشتغل الا لما تنادي عليه. طيب عشان تنادي عليها تنادي عليها ازاي؟ يبقى الايمج ابلود. طيب الايمج ابلود ده اللي هو الاي دي بتاع مين اصلا؟ ترجع تاني بقى للاندكس تروح تشوف مين الايمج ابلود اللي هو الاي دي بتاع مين، بتاع الصوره بتاع الانبوت نفسه اللي موجود عندي. طيب هنروح تاني للمين، الايمج ابلود ده تشينج، يعني لو المكان بتاع الصوره ده اتغير، يعني لما جيت اعمل مثلا ابلود وجيت اخترت صوره
يبقى كده المكان اتغير، المكان كان فاضي وبقى فيه صورة، يبقى كده حصل فيه تغيير. طيب طالما حصل فيه تغيير ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انك هتطبق لي الكلام ده، تطبق لي الكلام ده، تظهر لي الايمج سيكشن، يعني تظهر لي المكان بتاع الصورة زي ما احنا شفناه تمام، والباتون بريدكت هتظهرها لي، الباتون بريدكت اللي هي الباتون بريدكت دي هتظهرها لي لانها كانت معموله الديسبلاي بتاعها بنون، والريزلت اللي هتبقى تحت ديت هتظهرها لي بس هتبقى فيها مكان فاضي، يعني تبقى فيها تكست فاضي جدا مفيش اي حاجه. وبعد كده تروح تنادي على الفانكشن اللي هي مين، اللي هي الفانكشن اسمها ريد يو ار ال، تبعت لها ايه بقى، تبعت لها الايمج ابلود اللي هي المكان بتاع الصوره نفسه او الصوره نفسها يعني. طيب هيروح لي ريد يو ار ال، يبعت له اليو ار ال بتاع الصوره او الباص بتاع الصوره، يبدا ان هو يتشيك على الصوره دي هل هي موجوده بالفعل ولا لا. هنقول له هي في الانبوت دوت فايلز، يعني بترو ولا فولس، يعني كده ترو لان الصوره بقت موجوده بالفعل. طيب الصوره ديت موجوده في الاي اوف زيرو، يعني في المكان اللي هو الزيرو ده. طيب هتبدا ان هو ايه كاري فاريبل بالجافا سكريبت طبعا، اللي هو الفار ريدر بيساوي نيو فايل ريدر، هياخد اوبجكت من حاجه اسمها فايل ريدر عشان ان هو يبدا يقرا الصوره ديت. وريدر دوت اون لود، يعني بمجرد ما تحمل الصوره دي هتطبق الفانكشن اللي احنا هنتكلم عليها دي. طيب بعد ما تطبق الفانكشن دي، الفانكشن دي هتطبق فيها ايه بقى؟ هتطبق لي فيها الايمج بريفيو دي، هتحط لي عليها سي اس اس باك جراوند، يعني الباك جراوند ايمج دي هتاخدها وتحط مكانها الايه؟ الصوره اللي انت ايه؟ اللي انت قريتها. يعني الباك جراوند ايمج اللي انت شفتها دي، دي بالنسبه لي باك جراوند ايمج دلوقتي. تمام؟ فهتاخد الباك جراوند ايمج، الباك جراوند ايمج بتاعت المكان ده بتاعت الايمج بريفيو يعني، وحط لي مكانها الصوره اللي انت قريتها. طيب الصوره دي جابها منين؟ جابها من الاي دوت تارجت دوت ريزلت، كده انا قريت الايه الباص بتاع الصوره وحطيته ايه في الباك جراوند ايمج. تمام؟ طيب ايمج بريفيو دوت هايد والايمج بريفيو دوت فيدن 650، ده جزئين كده لو عملتهم بعد تحت بعض كده يديك الشكل انت ايه اللي انت شفته من شويه. يعني لو انا عملت مثلا ابلود وتركز، لو انا اخترت مثلا صوره، اول ما اختار الصوره هتحس ان هي حاجه اتشالت وحاجه اتحطت مكانها، حصل فيدن بشكل معين. ماشي؟ طيب ده شكل انيميشن بس. طيب بعد كده خلاص انا طبقت الاف وطبقت الايه الكلام اللي فيها خلاص، والموضوع ايه والموضوع انتهى على كده. الريدر دوت ريد از ديتا ال، يعني الانبوت دوت فايلز اوف زيرو، اللي هو الانبوت دوت فايلز اوف زيرو ده خلاص انت كده معاك اليو ار ال، معاك تقدر انت تشتغل عليه بعد كده، وده يعتبر اللي هو راجع من الفانكشن دي. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا هنكليك على مين؟ على بريدكت. طيب هو ايه اللي هيحصل لما انا كليك على بريدكت؟ يبقى انت عندك هنا في باتون اسمها بريدكت، اول لما تكليك عليها طبعا كلمه باتون بريدكت دي ده الاي دي بتاع الايه بتاع الباتون دي اصلا، اول لما تكليك على الباتون دي كده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انك هتاخد الايه، هتاخد تروح لي تكريت لي فورم كده نيو فورم داتا، وتروح لي الابلود فايل. مين الابلود فايل ده؟ نيجي هنا نشوف مين الابلود فايل موجود في الاندكس. الابلود ادي الابلود فايل، هي الفورمه اللي اسمها ابلود فايل. طبعا الفورمه دي المفروض هترجع منها يا شباب، هيرجع منها الصوره او اليو ار ال بتاع مين، بتاع الصوره. طيب لما نيجي نبص تاني الابلود فايل اوف زيرو كده هيرجع لك الايه الصوره او اليو ار ال بتاع الصوره. ماشي؟ هنا لما اقول له لما اقول له امبرساند ذس دوت هايد، يعني الغي لي بقى الباتون بريدكت دي، يعني اول لما اكليك عليه اصلا، مش انا اول ما اكليك على بريدكت بيختفي ويظهر اللودر وبعد كده بيظهر الريزلت. طيب تعالى نشوف الكلام ده بيتم ازاي. كده هتظهر كده هتخفي البريدكت وبعد كده هتظهر اللودر، وبعد كده هتكون لي بقى ايجكس كوماند كده عشان ينفذ لي الايه الروت الخاص بالبريدكت. احنا اتفقنا ان احنا عندنا في الملف اللي اسمه بريدكت في عندي روت اسمه بريدكت. طيب انادي على البريدكت ده ازاي؟ دي طريقه ثانيه انك تنادي على بريدكت. طيب تعالى نشوف الكلام ده ايه اللي بيحصل فيه. هكاري تاني ايجكس ماشي، وبعد كده اقول له التايب بتاعه بوست، يعني الطريقه بتاعه الارسال البيانات دي هتبقى بوست، واليو ار ال بتاعك هيبقى بريدكت، ده الروت اللي انا هنادي عليك. ماشي؟ بمجرد ما يكليك على الباتون بريدكت هتنفذ لي الكلام ده كله. ماشي؟ والديتا اللي انت هتبعتها للروت ده هتبعت لها الفورم ديتا اللي هي الصوره اصلا. ماشي؟ ومش مهم الكونتنت تايب، مش مهم الكاش، مش مهم البروسيسنج. تمام؟ ولو في مرحله بقى سكسس، يعني لو حصل سكسس وخلاص وانت بعت الصوره بدون اي مشكله وما حصلش اي مشكله تمام، فانت المفروض ايه اللي هتعمله؟ هتلغي لي اللودر، توقفه وتعمل فيدن للريزلت، يعني تظهر الريزلت بشكل فيدن وتحط لي فيه الديتا
او تحط لي فيه الداتا اللي رجعت من الفانكشن بتاعت مين، بتاعت البريدكت دي او الروت بتاع البريدكت ده. الروت طبعا هيرجع لك ايه، هيرجع لك تكست. التكست اللي انت هترجعه ده اعرضه لي في جنب كلمه ريزلت واعرضه لي على الشاشه. تمام كده يا جماعه؟ طيب يبقى كده اللي هيظهر ان هي ريزلت جنبها كلمه ايه، كلمه مالجنت. طيب هل احنا كده خلصنا؟ لا لسه ما خلصناش. نروح بقى لمين؟ نروح للاب. نيجي نشوف الاب ده اول لما ينادي على الروت اللي اسمه بريدكت، بمجرد ما انا في الجافا سكريبت هنا قلت له ان انت عندك التايب بتاعك ببوست واليو ار ال بتاعك ببريدكت، هيروح ينادي على البريدكت دي ان التايب بتاعها بايه، ببوست. يدخل جوه الفانكشن ينفذها. الفانكشن ديت جواها ايه، بيقول له اف ان ريكوست دوت ميثود ايكوال ايكوال بوست. طبعا الريكوست هو عباره عن بوست فعلا. تمام. طيب ايه اللي هيحصل؟ اف بيساوي ريكوست دوت فايلز اوف فايل، يعني اقرا لي ايه، اقرا لي الصوره اللي انت اشتغلت عليها دي، اللي انت اشتغلت عليها هناك اقراها، لان هنا طبعا انا بعتها. يعني هنا لما بعت له ايه، ببعت له هنا ايه، الفورم داتا، والفورم داتا دي فيها اصلا اليو ار ال بتاع الصوره. تمام. طيب يبقى انا دلوقتي معايا الصوره، انا معايا الصوره دلوقتي لازم اخزنها في مكان معين عشان اقدر اشتغل عليه. فانا عندي فولدر اسمه ابلودز، هبدا ان انا اخزن الصوره ديت بشكل سكيورت. ماشي، اخد الصوره دي والفايل نيم بتاعها واخزنها في المكان اللي اسمه الابلودز ده، ولازم يكون الفولدر ده موجود معاك في الموقع. يعني لازم يكون الفولدر ده موجود معاك في ايه، في الموقع زي ما انت شايف كده، اللي انا بختار منه اي صوره انا بعمل لها بريدكت. فانا لازم انشئ فولدر يكون موجود عندنا حتى لو فاضي، لان الصوره اللي هو هيقراها هيخزنها في الايه، في الفولدر ده. تمام كده يا جماعه؟ طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ اول لما تيجي تقرا الصوره ديت هتقول لي البريدكشن بيساوي الموديل بريدكت، هبعت لك الفايل باث اللي هو الصوره نفسها وابعت لك الموديل. طيب المكان ده فين او الفانكشن دي فين؟ الفانكشن دي فوق اسمها موديل بريدكت. موديل بريدكت بتاخد الايمج باث، تاخد الصوره او الباث بتاع الصوره، بتاخد الموديل، بعد كده بتعمل لود للصوره دي، بنستخدم بقى الايمج وبنعمل لود للصوره وبنحولها الى 224 224. ليه بنحولها الى 224 224؟ لان اصلا الكود الاساسي اللي كاريت الموديل ده حول الصور كلها الى 224 224. طيب بعد كده بنحولها لايمج تو اري، يعني بنحول الصوره ديت من ارقام عاديه الى اري عشان نتعامل معاها كماتريكس يعني. بعد كده بنكسباند الدايمنشنز بتاعها عشان تناسب الديب ليرنينج موديل اللي احنا بنشتغل عليها. وبعد كده بنطبق عليها بايه، بري بروسيس انبوت اللي هو اتطبقت برضه هناك في الموديل. تمام. طيب ليه بنطبق الحته دي او ليه بنعمل حاجه اسمها بري بروسيس انبوت؟ نيجي نرجع هنا بقى نشوف الكلام ده هل فعلا احنا عاملينه اصلا في الموديل الرئيسي ولا لا. فهاجي هنا على الكود الرئيسي ده اللي هو من اول كده الجزء الخاص بالموديل يعني. فعندي هنا شباب، في عندي هنا فانكشن اسمها بري بروسيس انبوت، جايه من الفي جي 16، اللي جايه من الابلكيشنز، اللي جايه من الكيرس. ماشي. بعد كده ببدا ان انا الايمج سايز بتاعتي 224 224. بعد كده باخد اوبجكت من الموديل اللي هو في جي 16. ماشي. وابعت له الايمج شيب بتاعي. تمام. وممكن ازود على اللايرز ديت حاجات بسيطه، يعني ممكن ازود هيد اللاير فيها 128 نيورون وهيد اللاير تانية فيها 16. وبعد كده الاوتبوت اللي انا اشتغل عليه، وطبعا انا شايل منه الاوتبوت اللي هو الانكلود توب، عاملها فولس عشان يشيل الايه، يشيل التوب لاير اللي هي خاصه اصلا بالفي جي 16. بعد كده بكون الموديل كله على بعضه، بحط له الانبوتس والاوتبوتس على بعضها. ماشي. وبنشوف الموديل سامري زي ما احنا شايفين كده. طيب بعد ما خلصت الجزء ده ابدا ان انا اقرا الداتا. طبعا الداتا موجوده، ببدا اخد اوبجكت من الايمج داتا جنريتور. ماشي. بس كل الصور اللي انت هتقراها في التريننج والفاليديشن والتستنج هتطبق لي عليها فانكشن اسمها بري بروسيس انبوت، اللي هي نفس الفانكشن اللي المفروض موجوده هنا. يعني نفس الفانكشن اللي انا جايبها منين؟ اللي انا جايبها من البري بروسيس انبوت. ماشي. هنا جايه من ايمج نت يوتيليتي. ماشي. بس انت المفروض طبعا لو انت شغال على موديل في جي 16 فانت المفروض تطبق نفس الفانكشن الموجوده هناك. يعني المفروض دلوقتي الصح ان انا هاخد الكلمه دي كده وابدا ان انا اقول له ايه، ان انا اقول له انا عاوز البري بروسيس انبوت دي اللي موجوده في الفي جي 16، اللي موجوده في الابلكيشنز، انا مش محتاج الايه، مش محتاج الفانكشن دي في حاجه. تمام كده يا جماعه؟ طيب يبقى انا دلوقتي هطبق نفس الفانكشن دي اللي اتطبقت هناك. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هتبدا تقرا لي الصور بتاعه التريننج والفاليديشن والتستنج، وتعمل لي فلو فروم دايركتوري. هديك بقى انا التريننج باس بتاعك، وهديك الفاليديشن باس، وهديك التيست ايه، وهديك التيست باس عشان تشتغل عليه. ماشي كده. طيب بعد ما عملت الكلام ده، عملت فيت واديت له ايبوكس واشتغل تمام،
بعد ما اطلع الموديل بتاعي عملت شويه الريزلتس الخاصه ب العلاقه ما بين التريننج والفاليديشن اكيرسي والتريننج والفاليديشن لوس. بعد كده عملت سيف للايه الموديل بتاعي في حاجه اسمها في جي 16 او ايا كان بقى اسم الايه الموديل بتاعك اللي انت بتشتغل عليه، اللي هو عندي اسم ايه اسمه هنا اللي هو اسمه نيو موديل دوت اتش 5. تمام كده. طيب يبقى انا هنا دلوقتي الحته دي مهمه جدا، لان في ناس بتبقى عندها مشكله في انها تشتغل ديب ليرنينج مع فلاسك. المشكله كلها في بتتلخص في ان انت الستيبس اللي انت عملتها على الصور في مرحله التريننج لازم تطبق نفس الستيبس على المرحله بتاعه التستنج وفي في الفلاسك زي ما احنا ايه بنطبقها كده. يبقى انا دلوقتي هعمل لود للصوره، حولها الى 224 في 224 طبعا في 3، في الايمج تو اري حول الصوره ديت الى اري اكسباند الدايمنشن عشان يبقى يناسب شكل الديب ليرنينج موديل اللي هشتغل عليه. بعد كده اطبق عليها البري بروسيس انبوت اللي انا جبتها من الفي جي 16 اللي انا طبقتها على التريننج ديتا برضو. وبعد كده بعمل الواي بيساوي موديل دوت بريدكت، المفروض انها طبعا سوفت ماكس هيرجع لك حاجتين اتنين، هيرجع لك برسنتج يعني الى الكلاس الاول والكلاس الثاني عشان اجيب اعلى برسنتج فيهم او اجيب الاندكس بتاع اعلى برسنتج فيهم. هرجع له ايه الارج ماكس اللي هو الان بي دوت ارج ماكس، هبعت له الواي عشان يديني الاندكس بتاع اعلى قيمه فيهم. والكلام ده هيرجع فين؟ الكلام ده هيرجع الى البريدكشن. تمام كده. طيب البريدكشن طبعا هترجع لك يا اما 0 يا اما 1. 0 ده معناه البناين وال1 ده اللي هو الايه اللي هو المليجنت. فعملت انا ايه ديكشنري بتقول لو جالي 0 يبقى ده هيبقى قصاده بناين، ولو جالي 1 هيبقى قصاده مين؟ هيبقى قصاده مليجنت. طيب بعد كده قلت له البريدكت كلاس بيساوي الديكشنري اوف البريدكشن. ما هو البريدكشن دي يا اما فيها يا 0 يا 1. انا لو بعت لك 0 هترجع لي البناين في البريدكشن كلاس، لو بعت لك 1 هترجع لي مليجنت في الايه البريدكشن كلاس. بعد كده بترتيرن مين؟ بترتيرن البريدكشن ايه؟ البريدكشن كلاس. طيب البريدكشن كلاس ده بيروح فين؟ بتبدا بقى ايه تروح تاني للملف بتاع الجيسون ده، ماشي؟ بيروح يتخزن فين بقى؟ في الكلمه بتاع الداتا دي، الفاريبل اسمه داتا ده. الفاريبل اسمه داتا ده هيهايد بقى اللودر وهيظهر الريزلت، بس هيزود عليه الايه الداتا اللي احنا شفناها في الصفحه زي ما احنا شايفين كده بالظبط. تمام كده يا جماعه. طيب كده يعتبر احنا خلصنا شرح الديب ليرنينج بروجكت كله، ماشي؟ بكل بساطه لو انت عاوز ترفعه على البايثون اني وير زي المره اللي فاتت، بس طبعا لازم يكون الملفات كلها بتاعتك مش اعلى من ال 100 ميجا. فللاسف الموديل ده معدي ال 200 ميجا، فمش هينفع ان احنا نرفع الكلام ده على البايثون اني وير. فلازم انت تشتغل على بروجكت على الاقل يكون الموديل بتاعك اقل من 100 ميجا. حتى لو احنا رفعناه على حتى لو احنا رفعنا البروجكت على جيت هاب وعملنا ديبلويمنت على موقع تاني، فطبعا برضو الجيت هاب لازم يكون الملفات كلها مش اعلى من 100 ميجا برضو، فدي هتقابلنا نفس المشكله يعني. تمام كده يا جماعه. طيب في تركايه تانيه، لو انت شغال على السيجموي يعني بدل ما انت شغال على هنا على الصفحه دي، بدل ما انت شغال على السوفت ماكس، في ناس بدل ما بتشتغل على السوفت ماكس ممكن انا اشتغل سيجمويد وابعت له الواحد بس. طبعا السيجمويد هي بيبعت لك قيمه في الرينج من 0 ل 1، وانا بستخدم السيجمويد امتى؟ لما يكون عندي باينري بس ايه باينري كلاسيفيكيشن، يعني يا اما 0 يا اما 1. تمام كده. طيب فطبعا السيجمويد بترجع قيمه ما بين 0 وما بين 1. طيب عشان ارجع قيمه صح واشتغل عليها هنا في الاب اعملها ايه؟ اعملها ازاي؟ لما اقول له هنا بريدكشن بيساوي الموديل بريدكت هيرجع لك قيمه في الزيرو، قيمه في الرينج من 0 ل 1. طيب عشان اعدل بقى القيمه اللي هترجع دي اعدلها يا 0 يا 1، هقول له هنا ايه بقى؟ هقول له البريدكشن، او ممكن اقول له هنا على طول اعمل لي راوند، اعمل لي راوند لمين؟ راوند للقيمه اللي هترجع لي دي، بحيث لو هي قيمه في الرينج من 0 ل 1، يعني لو هي من 0 الى 5 من 10 فهترجع لك لو هي 0 من 0 ل 4 من 10 هترجع لك 0، لو هي من اول 5 من 10 الى 1 هترجع لك ايه؟ هترجع لك الواحد، وتشتغل وتكمل ايه؟ وتكمل شغلك بنفس الطريقه. دي بس تركايه كده قلتها عشان قابلني بعض الشباب وسالوني لو احنا شغالين على سيجمويد ازاي نطبق سيجمويد على الجزء اللي احنا شايفينه ده كده. طيب واخيرا طبعا احنا زي ما احنا شفنا نطبق اخر مره، بنعمل طبعا ابلود، نعمل ابلود لاي صوره موجوده عندنا، ماشي؟ وبعد كده بنعمل بريدكت ونشوف النتيجة على طول زي ما احنا شايفينها كده. وده نهاية الفيديو ده، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.